ينضم إلينا من بيروت أو تنضم إلينا من بيروت رودي شوشاني، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمية. أهلا بك بداية على شاشة القاهرة الإخبارية. وما هو تأثير الارتفاع الكبير في قيمة العملات المشفرة بعد فوز ترامب على الاقتصاد العالمي بشكل عام؟ صباح مرحبا لك والمستمعين الكرام. اليوم تأثير كبير جدا علينا على ككل، يعني مستخدمين، دول، شركات اقتصادية. عم بيكون التأثير كتير كبير، عم بيأثر بالسوق المحلي الأمريكاني وعم بيأثر بالسوق العالمي. رح نبلش بالسوق العالمي تنفوت بالسوق الأمريكاني. اليوم رفع البيتكوين، أما المستوى تبع البيتكوين لجانب الدولار والذهب وغيرهم، وكمان عم نحكي كمان على موضوع الاحتياطي الأمريكاني، خلى هالبيتكوين توصل لمحلات ما وصلت لقبل، وحكينا مثل التقرير على 100,000. نعم. وهذا الموضوع كمان من وقت انتخاب ترامب لليوم شهدنا نحن تقريبا أكثر من 25% من الماركت كلها عم تطلع تتسير بحدود هال100,000. هذا كله عم بيكون طبعا تشجيعي، لأنه عم بينحكى على قوانين جديدة، عم بينحكى على وزارات جديدة، عم بينحكى على إقالة جاري جانسلر الهيد أوف أس إي سي الحالي اللي هو المعارض نوعا ما، وعلى الجري أريا تيصيروا هن النظام الأساسي العالمي ككل. وهيدي طبعا بتأثر على العملات، بتأثر على الشركات، بتأثر على تعاطي، بتأثر على كيف هالشركات اللي ما كانت قبل تستثمر اليوم ممكن تصير تفوت. ولاحظنا بالتقرير عم بفوت كل شهر ما قرابت عشرات وعشرات المليارات من الدولار من بعد دخول ترامب، وما قبلها كانت كمان بلاك روك مبلشي بهذا الموضوع. سو ما في غير استثمارات واستثمارات واستثمارات. اليوم يمكن أكثر أصول للاستثمارات عم بتكون هي حاليا البيتكوين عالميا، فهيدا الشغلة كتير عم بخليها تكون هي موضوع استحواذ، وعم بتخلي الديناميكية الجيوسياسية والاقتصادية الوطنية أما العالمية تتغير وتنافس كمان نوعا ما العملات الموجودة، وكمان تنشط الاقتصاد بطرق جديدة ما كنا نحن قبل عم نلمحها. بس أنا بدي أحط ملاحظة صغيرة، نحن اليوم نفوت على اقتصاد جديد جدا. ما في عنا بعد، ما عنا دراسات بعد شو رح يصير، وين رايحين، وكيف رح تكون. ألم يتبين ملامح هذا الاقتصاد؟ ما سمعت. ألم يتبين ملامح هذا الاقتصاد؟ لا، هو عم يتبين اكيد، بس هو ما رح يتبين المخاطر تبع هيدا الملامح تبع الاقتصاد. لانه اليوم مثل ما قلت انا، ما عندنا نحن دراسات بتقول والله اذا الاحتياطي تبع البيتكوين، اما نحن تداولنا، اما حطينا، اما اشترينا. ونحن بنعرف البيتكوين وتتلعب اما تعمل الفلكتويشن تبعها ما عم تطلع 500 و1000 و110 و50، عم تطلع، طلعت هلا 30,000 دولار اما اكثر. يعني هل يا ترى الماركتس رح تقدر تحملها؟ نحن شفنا السلفادور كانت السباقه بهذا الموضوع وقتها خلقت كمان الموضوع وخلت الناشونال تبعي كله يكون معتمد على البيتكوين، مش بس العمله الوطنيه لانه ما عندها قيمه، ولا الدولار. عم ندرس بعدنا من السلفادور، اليوم عندنا حاله جديده نقدر ندرسها بالاقتصاد والعملات المشفره كاقتصاديه، انه هل يا ترى هالقصص كمان رح يكون في عندها تخلفات؟ لان بكره وقت تنزل لل 60,000 وال 50,000 وال 40,000 شو رح يصير بهال كل التعاملات؟ هل يا ترى رح يصير في خسارات؟ هل يا ترى رح يصير في ارباح؟ هل يا ترى رح يصير في عندك ناس رح تنتحر معنا الحكي؟ لانه وقت تشوف كميه مش معودين عليها قبل، طرق جديدة، بدها قوانين جديدة، بدها معاملات جديدة. ماذا تتوقع أنت سيد رودي بهذا الشأن؟ لكن طبعا مرحلة جديدة. أنا بتأمل كل الخير على الشخص. أنا صلي شخص متابع هذا الموضوع أكثر من 8 سنين أما 9 سنين، هلأ بعد شهر من فوت فيها. في مخاطر أكيد اليوم، تقلبات والمضاربة، الاعتمادات على تقنية جديدة بدك ناس تعتمدها. بس المستقبل الرقمي والعملة الرقمية، إذا كانت كريبتو كارنسيز أما ديجيتال كوين وغيرهم، هيدول طبعا لأنه اليوم الاقتصاد اختلف آخر 10 سنين، الاقتصاد تقدم، اعتماد على التداول العادي أما على التحويل المالي العادي اللي أنا هلأ بصراحة عندي تحويلة من أمريكا لليوم بعد ما وصلت، هذا السابع يوم. طب اليوم هذا الاقتصاد ككل اللي هو قيمته تقريبا فوق 10 تريليار دولار
بالتداول. نعم طب هل يا ترى معقولة انه عملية بدها اكثر من 7 ايام نعم ونحن عندنا النظام ستتبين هذه اليوم؟ الإجابات في المستقبل أستاذ رودي. بالطبع من بيروت رودي شوشاني استشاري تكنولوجيا شكرا. المعلومات والتحول الرقمي، شكرا لحضرتك على كل هذه التفاصيل والإيضاحات.